وهي تسمى غرامة لأنها مبلغ من المال، وتسمى تهديدية لأن الهدف منها حث المدين، كسر عناد المدين حتى ينفذ التزامه تنفيذا عينيا. لذلك قلنا بها شروط: أن يطلب الدائن، أن يكون التنفيذ العيني ممكن، أن لا يكون التنفيذ العيني ممكن إلا بتدخل المدين، بأن يكون تدخله ضروري أو على الأقل نافع. وقلنا مجال الحكم بالغرامة التهديدية هو إذا كان التزام المدين قيام بعمل، هذا هو المجال الحقيقي للغرامة التهديدية، لكنه قيدناها بقيد. ذكرنا أنه لا يمكن فرض الغرامة التهديدية إذا كان فيها مساس بحرية المدين في إنتاج فكرة، لا يمكن فرض الغرامة التهديدية إذا كان فيها مساس بحرية المدين في إنتاج فكرة. تذكرون هذا القيد؟ جيد. هسه نجي، ما هو طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية؟ الحكم بالغرامة التهديدية والغرامة التهديدية لا تعد تعويضا، وكذلك لا تعد عقوبة خاصة. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الفروق التي سنوضحها بين الغرامة التهديدية وبين التعويض من جهة وبين العقوبة من جهة أخرى. ما هو الفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض؟ هنا لدينا ثلاثة فروق. الفرق الأول: الحكم بالغرامة التهديدية ويختلف عن الحكم بالتعويض من حيث الغرض، يختلفان من حيث الغرض. ما هو هدف التعويض؟ جبر الضرر، إصلاح الضرر، شخص يلحق ضررا بشخص آخر، فنحكم على مرتكب الفعل الضار بالتعويض. ما هو الهدف من الحكم بالتعويض؟ إصلاح الضرر وجبره، سواء كان هذا الضرر ماديا أو كان معنويا في إطار المسؤولية التقصيرية. أما الهدف من الغرامة التهديدية ليس جبر الضرر أو تعويض الضرر، وإنما هو حث المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه على تنفيذ التزامه. هي وسيلة يكون الهدف منها حث المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه ودفعه إلى تنفيذ التزامه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: اختلافهما من حيث تقدير المبلغ المحكوم فيه. دائما هناك تناسب بين مبلغ التعويض ومقدار الضرر الذي لحق بالمتضرر، لابد أن يكون هناك تناسب، يعني لا يمكن أن يكون التعويض أكثر من الضرر. لماذا؟ لأن هذا معناه أن يثري المضرور على حساب مرتكب الفعل الضرر، وهذا لا يجوز. تتذكرون قلنا في نظرية الإثراء بلا سبب، لا يمكن لشخص أن يثري على حساب شخص آخر دون سبب، لذلك لابد أن يكون هناك تناسب، ما قلنا تساوي. ليش ما قلنا تساوي؟ لأن لا يمكن أن يتحقق التساوي بين التعويض وبين الضرر، لابد أن يكون لدينا فارق، لكن نحن نسعى إلى أن يكون الفارق بسيط، لذلك قلنا تناسب، أن يكون التعويض متناسبا مع مقدار الضرر. لذلك إذا تتذكرون أيضا ذكرنا، قلنا في التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية التقصيرية، القاضي يقدر الضرر، يقدر التعويض عفوا عن الضرر الأدبي باعتباره كل لا يتجزأ. لماذا؟ قلنا لأنه الضرر الأدبي لا يتحلل إلى خسارة لاحقة وكسب فائت، وإنما ينظر إليه ككل. وذكرنا أيضا أن التعويض لا يمحو الضرر الأدبي، وإنما يعتبر ترضية للمضرور، تطيب لنفسه. من هنا لا يمكن أن نحقق التساوي، وإنما يكون هناك تناسب بين مقدار التعويض ومقدار الضرر. في الغرامة التهديدية لا، دائما مقدار الغرامة التهديدية يكون كبير مبالغ فيه. لماذا؟ لأن الهدف منها هي تهديد المدين حتى ينفذ التزامه، فدائما مبلغها حينما يقدر مبلغ كبير يفوق مقدار الضرر الذي قد يصيب الدائن. ثلاثة. الفرق الثالث: ينبغي على القاضي أن يسبب حكمه بالتعويض. القاضي حينما يصدر حكما بالتعويض عن الضرر ينبغي أن يذكر الأسباب التي استند إليها في تقدير هذا المبلغ. القاضي قدر مبلغ التعويض فرضا بمبلغ 1,000,000 دينار، لماذا قدره بهذا المبلغ؟ لازم يرجع يقول الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، وأيضا يأخذ بنظر اعتبار، تذكرون ايش قلنا، الظروف الملابسة التي تحيط بالمضرور. هذه الفروقات التي تسجل بين التعويض وبين الغرامة التهديدية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: الغرامة التهديدية لا تعد عقوبة أو ليست عقوبة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن العقوبة يجب تنفيذها كما نطقت بها المحكمة. أما الحكم بالغرامة التهديدية فحكم وقتي، لا يجوز تنفيذه
وما ينفذ في نطاق دعواها هو الموقف النهائي للمدين. مثل ما قلنا، هل ستنجح الغرامة التهديدية في حث المدين ودفعه إلى تنفيذ التزامه، نفذ التزامه تنفيذا عينيا أم لا؟ فشلت الغرامة التهديدية، فإذا فشلت الغرامة التهديدية سوف نكون مضطرين إلى الانتقال من التنفيذ العيني المن إلى التنفيذ بمقابل، إلى التنفيذ بطريق التعويض. لذلك لن نحكم بمبلغ الغرامة التهديدية، وإنما سوف ننتظر الموقف النهائي للمدين. وتعنت المدين هسه راح نذكرها يعتبر عنصر من عناصر تقدير التعويض. واضح إخواني؟ بينما العقوبة لا، يجب أن تنفذ كما نطقت بها المحكمة. لا يجوز لأي شخص أن ينفذ العقوبة بشكل مغاير لما حكمت أو نطقت به المحكمة التي أصدرتها. هذا الفرق بين الغرامة التهديدية وبين العقوبة. جيد، هنا نصل إلى النقطة الأخيرة. ما هي القيمة العملية للحكم بالغرامة التهديدية؟ هل أن الغرامة التهديدية فعلا وسيلة ناجعة وناجحة في كسر عناد المدين وحمله على تنفيذ التزامه؟ هنا هذا المقصود بالقيمة العملية، يعني فعلا هل الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة مهمة أو ناجحة في التطبيق العملي تؤدي إلى حث المدين ودفعه إلى تنفيذ التزامه عندما يكون تدخله ضروري أو على الأقل مفيد أم لا؟ هي وسيلة ليست بالمستوى المطلوب. احنا نذكر مقدمة وبعدين نجاوب على السؤال. احنا هسه ذكرنا، قلنا الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم تهديدي، ليس هو مطلوب بذاته، وإنما المطلوب أن ينفذ المدين التزامه، ولا بد للقاضي أن ينتظر الموقف النهائي للمدين. هل الغرامة التهديدية سوف تنجح في حمل المدين على تنفيذ التزامه؟ إذن وصلنا للغرض المطلوب، أم أنها ستفشل؟ وحينئذ سوف نكون مضطرين إلى الانتقال إلى التنفيذ بمقابل، إلى التعويض. لذلك ذكرنا أن الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم وقتي وليس نهائي، وأن المدين لا يكون ملزم بدفع كل المبالغ المتراكمة عليه كغرامات تهديدية، لا، وإنما سوف يكون ملزم بتعويض الدائن عن المنفعة التي افتقدها بسبب عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه. يعني شلون؟ يعني نحاول أن نأخذ مثال حتى تتوضح الصورة أكثر. حينما أتفق اليوم مع مقاول على أن يقوم بعمل يبني لي دار، والمقاول أنا راعيت في اختياره صفات مهنية، كان سمعته جيدة، خبرته جيدة في البناء، بحيث لابد هو أن يقوم بالعمل. إذا قام هو بالعمل أنا راح أحصل على فائدة ممتازة من ناحية جودة البناء والمواد المستخدمة وترتيب الأشياء. والمقاول تأخر، ما سلمني الدار في الموعد المحدد، أنا اتفقت يا سنة ومرت سنة وشهر وما مسلمني. من نلجأ للغرامة التهديدية راح نفرض على هذا المقاول، نقول له أنت عن كل يوم تتأخر بي راح نفرض عليه غرامة تهديدية مقدارها 100,000، خلينا نفرض، أو لا راح نعطيك أسبوع مهلة أو شهر مهلة، شهر خلينا نقول شهر مهلة، ورا الشهر إذا ما نفذت التزامك وسلمت الدار راح نفرض عليه غرامة تهديدية مقدارها 1,000,000 دينار. مو قلنا بهالطريقتين؟ لو عن كل مرة لو نحدد له وقت زمني. جيد، مرت 7 أيام وكل يوم نفرض عليه غرامة تهديدية 100,000 وما نفذ، إيش قصار المجموع؟ 700. أو انطانا مهلة شهر وقلنا له بعد الشهر نفرض عليك غرامة مقدارها 1,000,000 ومر الشهر وما نفذ، إيش قد المبلغ؟ هنا 700,000 أو 1,000,000. هل سيكون المدين المقاول في هذه الفرضية ملزم بأن يدفعها إلي أنا الدائن؟ إيش قلنا؟ قلنا لا، المدين لن يكون ملزم بأن يدفع ما تراكم من مبالغ الغرامات التهديدية التي فرضت عليه باختلاف صيغ فرضها. إذن ما هو الهدف منها؟ الهدف احنا من فرضنا عليه غرامة تهديدية ردنا ينفذ. طيب ما نفذ، هنا راح نلجأ الى حكم اخر. اذا نفذ اذا احنا نجحنا، المقاول قلنا له شهر اذا ما سلمت الدار راح تفرض عليه غرامة تهديدية، بالشهر نفذ التزامه. جيد، اذا احنا وصلنا للغرض المطلوب. جيد، هنا السؤال، اذا ما نفذ هل نستحصل منه مبلغ 1,000,000؟ هل نستحصل منه مبلغ 700,000 باعتبار أننا فرضنا عليه غرامة تأخيرية مقدارها 100,000 عن كل يوم تأخير؟ كلا، ما نقدر نستحصل من عند هذا المبلغ. لماذا؟
لأن الحكم بالغرامة التهديدية مو حكم نهائي، حكم وقتي. هنا سوف نكون مجبرين على الانتقال إلى التنفيذ بمقابل، إلى التنفيذ بطريق التعويض. راح يكون المدين في مثالنا المقاول ملزم بتعويض الدائن، تعويضي أني، يعوضنا عن الأضرار التي لحقت بي من جراء عدم تنفيذه لالتزامه. المسؤولية العقدية، مو قلنا المدين يكون مسؤول عن الضرر المباشر المتوقع، وغير المتوقع لا يكون مسؤول عنه إلا إذا ارتكب غش أو خطأ جسيم، فراح يكون مسؤول عن تعويضي عن الضرر المباشر المتوقع. جيد، إذن بمعنى أن الغرامة التهديدية ما لها قيمة عملية، المدين يعرف أنه مهما فرضت عليه المحكمة من غرامات تهديدية في الأخير لن تستحصل منه، لن تؤخذ منه، إذن هو من البداية مطمئن وإن لم ينفذ التزامه لن تستحصل منه الغرامات التهديدية التي فرضت عليه من قبل المحكمة، وبالتالي أفرغت الغرامة التهديدية منين؟ من محتواها، ولم يعد لها قيمة عملية. هذه المشكلة التي واجهت نظام الغرامة التهديدية، هاي المشكلة التي واجهت نظام الغرامة التهديدية، ما هو الحل؟ الحل اللي اتبع قانون المدن العراقي، الحل اللي اتبع القانون المدني العراقي أنه اعتبر تعنت المدين وعدم قيامه بتنفيذ التزامه رغم فرض الغرامات التهديدية عليه عنصرا يضاف إلى عناصر تقدير التعويض. يعني من نقدر التعويض مو فقط خسارة لاحقة وكسب فائت، لازم نضيف عنصر آخر وهو مدى تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه وعدم احترامه لقرارات المحكمة التي صدرت بحقه، لأنه المدين من المحكمة تفرض عليه غرامة تهديدية وما يحترم قرار المحكمة، إذن هو صدر من عنده خطأ، هو عدم احترام قرار المحكمة، عدم الإذعان لقرار المحكمة التي أمرته بوجوب تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا. هذا ضفناه كعنصر حتى ماذا نفعل؟ حتى نعطي فعالية لمن؟ لنظام الغرامة التهديدية. إذن الآن القاضي حينما تفشل الغرامة التهديدية في كسر عناد المدين وحمله على تنفيذ التزامه، حينما ينتقل بناء على طلب الدائن إلى التنفيذ بمقابل، إلى التنفيذ بطريق التعويض، يجب عليه أن يأخذ تعنت المدين كعنصر في عناصر تقدير التعويض، وإلا ما أخذ القاضي، يعتبر حكمه عرضة للنقض من قبل المحكمة الأعلى، محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز. إذن بهذه الطريقة حاولنا أن ماذا نفعل؟ أن نعطي قيمة عملية لمن؟ للغرامة التهديدية. ومع ذلك بقت الوسيلة هي ليست وسيلة ناجعة 100% في حمل المدين على تنفيذ التزامه. واضح إخواني؟ هذا فيما يتعلق بالقيمة العملية للحكم بالغرامة التهديدية. هذا فيما يتعلق بكل موضوع الغرامة التهديدية. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. إحنا ذكرنا إيش قلنا؟ قلنا التنفيذ الجبري يكون على نوعين، أما أن يكون تنفيذ عيني أو يكون تنفيذ بمقابل، وتحدثنا عن التنفيذ العيني وصوره ووسائل الحصول عليه، وآخر شيء تحدثنا عن الغرامة التهديدية بوصفها وسيلة للحصول على التنفيذ العيني الجبري. هسه ننتقل إلى الصورة الثانية من التنفيذ الجبري، وهو التنفيذ بمقابل أو التنفيذ بطريق التعويض. احنا ذكرنا قلنا إذا استحال التنفيذ العيني ننتقل إلى التنفيذ بمقابل أو التنفيذ بطريق التعويض. ما هو المقصود بالتنفيذ بمقابل؟ التنفيذ بمقابل يعرف بأنه مبلغ من النقود أو أي ترضية أخرى من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سينالها الدائن لو أن المدين نفذ التزامه على النحو الذي يوجبه مبدأ حسن النية وتقتضيه الثقة في المعاملات. يعني المدين إذا نفذ التزامه الدائن سوف ينال منفعة، فإذا ما نفذ التزامه سوف ننتقل إلى التعويض، نعوض الدائن بمبلغ من النقود، مو قلنا التعويض الأصل في أن يكون نقدي، أو أي ترضية أخرى من جنس الضرر، هنا المقصود به التعويض غير النقدي الذي يكون أما رد المثل في المثليات أو الحكم بأداء أمر معين أو عادة الحال إلى ما كان عليه، لأن ثلاث صور يرد بهن التعويض غير النقدي، هذا المقصود بأي ترضية أخرى من جنس الضرر، أما مبلغ من النقود أو أي ترضية أخرى من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سينالها الدائن لو أن المدين نفذ التزامه على النحو الذي يوجبه مبدأ حسن النية
وتقتضيه الثقة في المعاملات. جيد، متى نلجأ إلى التنفيذ العيني بمقابل، أو عفوا إلى التنفيذ بمقابل؟ متى نلجأ إلى التنفيذ بمقابل؟ ما هي حالات التنفيذ بمقابل؟ إحنا ذن الحالات شرنا لهن سابقا، لكن راح الآن نعيدهن. أولا، إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلا بخطأ المدين، وهي سبق وأن ذكرناها، قلنا من شروط التنفيذ العيني أن يكون ممكن. إذا كان مستحيل بخطأ المدين سوف نتحول إلى التنفيذ بمقابل. أما إذا كانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي فينقض التزام المدين وينقض أيضا التزام الطرف الآخر، سميناه انفساخ بالعقد. قلنا العقد ينفسخ بحكم القانون إذا أصبح يصعب على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي. هاي الحالة الأولى. فهنا إذا استحال تنفيذ الالتزام عينيا لخطأ المدين راح نتحول المن إلى التنفيذ بطريقة التعويض. اثنين، إذا تطلب التنفيذ العيني للالتزام تدخل المدين شخصيا، يعني تدخله أما أن يكون ضروري أو على الأقل مفيد، وامتنع المدين عن التنفيذ وفشلت الغرامة التهديدية في كسر عناد المدين، ليس أمامنا خيار إلا أن نتحول المن إلى التنفيذ بمقابل. جيد، فإذا كان المدين ممتنع عن التنفيذ وفشلت الغرامة التهديدية وما قدرنا نجبر المدين، أو لا كان المدين ممتنع عن تنفيذ التزامه والتزامه يتعلق بإنتاج فكرة، ما نقدر نفرض عليه غرامة تهديدية، لأن فرض الغرامة التهديدية يؤدي إلى المساس بحرية المدين في إنتاج فكرة. فهنا لا يوجد أمامنا خيار إلا أن ننتقل المن إلى التنفيذ بمقابل. هاي اثنين. ثلاثة، إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكنه مرهق للمدين، والعدول عنه لا يلحق ضرر جسيم بالدائن، ممكن أن نعدل إلى التنفيذ بمقابل، لأن التنفيذ بمقابل فيه إرهاق للمدين، والإرهاق شنو معناه؟ الخسارة الجسيمة التي لا تحتمل عادة. ممكن أن نتحول إلى التنفيذ بمقابل شرط أن لا يلحق ضرر بالدائن، لأنه إذا ألحق ضرر بالدائن ماذا نفعل؟ نبقى على التنفيذ العيني، لأنه مصلحة الدائن تفضل على مصلحة المدين. فإذا كان التنفيذ العيني للالتزام ممكن ولكنه مرهق للمدين والعدول عنه لا يلحق ضرر جسيم بالدائن، فهنا نتحول من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل. هاي ثلاثة. أربعة، إذا كان التنفيذ العيني ممكنا دون تدخل المدين الشخصي ولكن الدائن لم يطلبه ولم يعرض المدين القيام به، تذكرونها قلناها في طلب الدائن من في شروط التنفيذ العيني، قلنا الدائن إذا ما طلب التنفيذ العيني طلب التنفيذ بمقابل والمدين وافق، القاضي ماذا يحكم؟ يحكم بالتنفيذ بمقابل. ليش؟ لأن يعتبر اتفاق الطرفين على اتفاق، هناك اتفاق ضمني بين الدائن والمدين على التحول من التنفيذ العيني المن إلى التنفيذ بمقابل، ما طلب الدائن والمدين ما عرضه. لكن تتذكرون ايش قلنا؟ قلنا إذا الدائن ما طلب التنفيذ العيني طلب التنفيذ بمقابل، لكن المدين ماذا عرض؟ عرض التنفيذ العيني. بمن يحكم القاضي؟ بالتنفيذ العيني. لماذا؟ لأنه هو الأصل، الأصل أن المدين ينفذ التزامه عينا، ينفذ عين ما التزم به. واضح؟ في هذه الحالات الأربعة نتحول من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل. التنفيذ بمقابل يرد في صورتين، أما أن يكون تعويض عن عدم التنفيذ، المدين لا ينفذ التزامه بشكل نهائي، هذا نسميه تعويض عن عدم التنفيذ، أو يكون تعويض عن التأخر في التنفيذ، المدين يتأخر في تنفيذ التزام ينفذه، لكن ينفذه بعد مرور الوقت المحدد. مثال، أقرضك مبلغ من المال على أن تسدده في تاريخ معين، أنت تسدده لكن بعد مرور شهر تهنا نفذت التزامك، لكن صار عندك حالة تأخر في التنفيذ ما نفذته بالموعد المحدد، فأنا من حقي أيضا أطالب بالتعويض. فتارة التعويض شي يكون؟ يكون عدم التنفيذ النهائي، المدين لا ينفذ التزامه بشكل كامل، هذا نسميه تعويض عن عدم التنفيذ. وتارة يكون التعويض عن شنو؟ عن التأخر في التنفيذ، المدين ينفذ التزامه ولكن ينفذه متأخر، هذا نسميه التعويض عن التأخر في التنفيذ. واضح؟ فإذا التنفيذ بمقابل كم صورة؟ صورتين، أما تعويض عن عدم التنفيذ المدين لا ينفذ التزامه بشكل كامل، أو تعويض عن التأخر في التنفيذ، المدين ينفذ التزامه ولكن ينفذه بشكل متأخر أو بعد مرور المدة المحددة. واضح؟ جيد، هذا فيما يتعلق بأنواع التنفيذ بمقابل. ننتقل إلى نقطة أخرى، شروط استحقاق
التنفيذ بمقابل أو شروط استحقاق التعويض. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر حتى يستطيع الدائن أن يطالب بالتعويض عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه؟ هذا سميناه التعويض عن عدم التنفيذ، أو عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه، هذا سميناه التعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام. طبعا في الشروط ينبغي أن تتوافر لدينا ثلاثة شروط. الشرط الأول الإعذار، الإعذار أو الإنذار. الشرط الثاني توافر أركان المسؤولية المدنية اللي هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية. الشرط الثالث عدم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التعاقدية، عدم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التعاقدية. طبعا احنا الشرط الثاني والثالث خذناهم بالتفصيل. توافر أركان المسؤولية المدنية تحدثنا في المسؤولية العقدية عن ضرر وخطأ وعلاقة سببية، وتحدثنا أيضا في المسؤولية التقصيرية عن خطأ وضرر وعلاقة سببية، فماكو داعي بعد نكرر ما ذكرنا. الشرط الثالث أيضا تحدثنا عنه في المسؤولية العقدية، قلنا يمكن للدائن والمدين أن يتفقا على التجديد أو الإعفاء، لكن بالنسبة للإعفاء قلنا لا يجوز الاتفاق إذا كان الإعفاء يعفي المدين من خطئه الجسيم أو الغش، لكن في المسؤولية التقصيرية يجوز الإعفاء من المسؤولية من أحكام المسؤولية؟ في المسؤولية التقصيرية هل يجوز الاتفاق على الإعفاء من أحكام المسؤولية التقصيرية؟ تذكرون إيش قلنا؟ قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأن أحكامها من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لذلك قيدناها قلنا عدم الاتفاق على الإعفاء من يا مسؤولية؟ من المسؤولية التعاقدية، من المسؤولية التعاقدية. وأيضا هذا احنا تحدثنا عنه. إذا عندنا شرط واحد احنا ما متحدثين عنه وهو الإعذار أو الإنذار، هسه نبين ما هو الإعذار أو ما هو الإنذار. جيد، نجي إلى تعريفه. يعرف الإعذار أو الإنذار بأنه دعوة المدين من قبل دائنه إلى تنفيذ التزامه، دعوة المدين من قبل دائنه إلى تنفيذ التزامه ووضعه قانونا في حالة التأخر عن التنفيذ، ووضعه قانونا في حالة التأخر عن التنفيذ. تأخرا تترتب عليه مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب الدائن نتيجة هذا التأخر. تأخرا تترتب عليه مسؤوليته، الهاء هنا تعود على من؟ على المدين، يعني المدين يكون مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالدائن نتيجة هذا التأخر. طيب، إذن قبل أن نحكم على المدين بالتعويض نطلب من الدائن أن يقوم بإنذاره بإعذاره. يعني شنو إعذار؟ يعني يطلب منه أن يقوم بتنفيذ التزامه، ينذره ينبهه إلى أن هناك التزام في ذمته يجب عليه أن يقوم بتنفيذه. طيب سؤال، لماذا نشترط الإعذار؟ يعني المدين لا يعلم أن هناك التزام في ذمته وأنه يجب عليه أن يقوم بتنفيذ الالتزام؟ ما يدري عن المدين؟ لو يدري، يدري عادة، إذن ليش إحنا نشترط تنبيهه؟ لماذا؟ الإعذار إخواني الحكمة منه تتجلى في جانبين، الجانب الأول جانب قانوني والجانب الثاني جانب أخلاقي. الجانب القانوني، المدين حينما يتأخر عن تنفيذ التزامه لا يعني ذلك بالضرورة أنه ممتنع عن التنفيذ أو أنه لا يريد أن ينفذ التزامه، لعله قد تسامح أو تساهل في التنفيذ للنظر لسكوت الدائن، لأنه فسر سكوت الدائن على أنه إمهال له أو مد في الأجل الممنوح له. أنا اليوم أعتبر سكوتك، خلنا نفرض أنت دائن وأنا مدين، أعتبر سكوتك وعدم مطالبتك هي مسامحتي أو عدم استعجالك في طلب التنفيذ، أو أنه أنت يعني تريد تعطيني مدة زمنية أكثر، فمن خلال الإعذار نقطع هذا الأمر. سوف يكون المدين على علم بأن الدائن يريد منه أن ينفذ التزامه. هذا جانب أول حكمة الإعذار، جانب قانوني. جانب الثاني جانب أخلاقي، أن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه سوف يستتبعه اتخاذ إجراءات ماسة بكرامة المدين وحريته. تذكرون وقلنا الحبس التنفيذي، أن المدين يحبس في بعض الأحيان، وأخذ بالقانون المدني القانون التنفيذي العراقي سمى الحبس التنفيذي، يحبس إذا ما نفذ التزامه. فهذه إجراءات ماسة بحرية المدين أو بكرامة المدين، كالحجر على المدين المفلس. فنحن قبل أن نتخذ إجراءات ماسة بكرامته أو بحريته، الأخلاق أو مبادئ الأخلاق تقتضي أن ننبهه إلى أن هناك التزام في ذمته
يجب عليه أن يقوم بتنفيذه. لهذين الاعتبارين بعض التشريعات وهي التشريعات المتأثرة بالنزعة اللاتينية، القانون الفرنسي والقانون المصري، أخذت بموضوع الإعذار. التشريعات ذات النزعة الجرمانية المتأثرة بالاتجاه الجرماني لا، تقول لا حاجة للإعذار، أن المدين يعتبر منذراً بمجرد حلول أجل الدين، ما يحتاج أنه إحنا ننذر المدين، هو بمجرد حلول الأجل المدين المفروض عليه يعرف أن هناك التزام في ذمته ويجب عليه أن يبادر إلى تنفيذه. القانون المدني العراقي اتخذ موقفاً وسطاً، فهو لم يهمل الإعذار ولم يشترطه بشكل كامل. شلون موقف وسط؟ اشترطه في حالة المطالبة بالتعويض عن التأخر في التنفيذ. احنا مو قلنا تعويض نوعان، لو تعويض عن عدم التنفيذ، لو تعويض عن التأخر في التنفيذ. المشرع العراقي وين اشترطه؟ اشترطه في التعويض عن التأخر في التنفيذ او عن التأخير في التنفيذ، ولم يشترطه في المطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ. لذلك هو لم يأخذ بالإعذار بشكل مطلق كامل ولم يهمله، وانما اشترطه فقط في المطالبة بالتعويض عن التأخر في التنفيذ، يجب على الدائن أن ينذر مدينه. طيب، كيف يقع الإعذار؟ ما هي صورة الإعذار؟ الإعذار إخواني القانون المدني العراقي لم يشترط فيه الرسمية، يمكن أن يقع بطريق كتابي، يمكن أن يقع بطريق المشافهة. يعني بطريق الكتابي يمكن أن يتم الإنذار من قبل الكاتب العدل، كما هو الآن الواقع العملي في تطبيقاتنا القضائية، أنه دائما الدائن ينذر مدينه من الكاتب العدل. لكن هذا الطريق مو هو الطريق الوحيد، القانون لا، ممكن أن يكون الإنذار بأي طلب كتابي آخر. بالعكس ممكن أن يكون مشافهة، يعني أنا خابرك، فنفرض أنا دائن وأنت مدينة، أتصل بك أقول لك ترى يوم غد راح يحل أجل الدين، فأنت يجب عليك أن تنفذ التزامك، ممكن. لكن المشكلة وين؟ في طريق المشافهة أو في طريق الكتابة غير الرسمية، في مسألة الإثبات. إذا ما أنكر المدين قيام الدائن بإنذاره، راح تبقى أمام الدائن مسألة إثبات، وقد يكون من الصعب عليه إثبات ذلك. فلذلك الطريق الآن المتبع هو الإنذار من قبل الكاتب العدل، حتى الدائن يسهل عليه إثبات أنه أنذر مدينه، لكنه ليس الطريق الرسمي أو الطريق الوحيد، عفوا ليس الطريق الوحيد، هناك طرق أخرى مثل ما قلنا. لكنه التطبيق العملي يشير إلى أن الإنذارات يتم عادة تحريرها من قبل الكاتب العدل. لماذا؟ حتى يسهل إثبات، المدين بعد ما يقدر ينكر يقول أنا الدائن ما بلغني، هذا تبليغ من جهة رسمية. واضح؟ جيد. إذن الآن التبليغ كقاعدة عامة في القانون المدني العراقي يتم من قبل الكاتب العدل، لكن من الممكن أن يتم بأي طريقة أخرى. لكن مثل ما ذكرنا لسهولة الإثبات كثير من الدائنين يقومون بالإنذار من طريق الكاتب العدل. ما هي الحالات المستثناة من وجوب الإعذار؟ هل الإعذار ضروري في كل الحالات؟ لا، لدينا حالات استثناها القانون من وجوب الإعذار، يعني الإعذار كقاعدة أو الإنذار، لكن هناك حالات تستثنى من وجوب الإعذار. هذه الحالات البعض منها قد نص عليها القانون، والبعض منها قد يكون فيها الإعذار غير مجدي، أو أن المتعاقدين عفوا قد يتفقان على عدم الحاجة للإعذار. فنجي أولا الحالات المستثناة بحكم الاتفاق، يمكن للمتعاقدين عند إبرام العقد أو عند نشوء الالتزام أن يتفق على أن المدين يعتبر منذرا بمجرد حلول أجل الدين، ولا حاجة لقيام الدائن بتوجيه إنذار إلى المدين، ممكن هذا الاتفاق صحيح ونافذ، وهنا يكون المدين منذرا بمجرد حلول الأجل ولا يلزم الدائن بالقيام بإنذاره، لأن هم اتفقوا منذ البداية عند نشوء الالتزام أنه المدين يكون منذرا بمجرد حلول الأجل، فهنا بعد الدائن ما يحتاج إلى شنو؟ إلى إنذاره. هذا الاستثناء بحكم الاتفاق. لكن أيضا تبقى عندنا مسألة إثبات الاتفاق، لذلك يفضل أن يكون هذا الاتفاق تحريري حتى يسهل إثباته. الحالات المستثناة من الإعذار بحكم القانون، لدينا مجموعة من النصوص القانونية التي استثنت من وجوب الإعذار. الحالة الأولى، إذا كان محل الالتزام شيء يعلم المدين أنه مسروق، إذا كان محل الالتزام شيء يعلم المدين
أنه مسروق، ففي هذا الحالة لا حاجة لإعذاره قبل مطالبته بالرد. اثنين، إذا استحق البائع الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الأداء في حالة إذا كان المشتري قد تسلم المبيع وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج غلة أو ثمار، ففي هذه الحالة يلتزم البائع بالفوائد عن الثمن بالسعر القانوني من تاريخ المطالبة القضائية. ثلاثة، إذا أخذ الشريك مال الشركة لنفسه أو احتجزه من دون وجه حق فهو ملزم برده مع الفوائد القانونية من دون الحاجة إلى أعذاره. أربعة، إذا استعمل الوكيل مال الموكل لصالح نفسه من دون موافقته فهنا يلتزم برده مع الفوائد بالسعر القانوني من دون الحاجة إلى أعذاره. خمسة، إذا أنفق الوكيل مبلغا من النقود في تنفيذ الوكالة أو لغرض تنفيذ الوكالة فيجب على الموكل أن يرد له هذا المبلغ زائدا الفوائد بالسعر القانوني من دون الحاجة إلى الإعذار. في هذه الحالات لا نحتاج إلى الإعذار، لماذا؟ لأن هناك نصوص قانونية صريحة، لذلك سمينا الحالات المستثنات من الإعذار بحكم القانون. هاي المجموعة الثانية، إذا صار عندنا حالات مستثنات بحكم الاتفاق، حالات مستثنات بحكم القانون. المجموعة الثالثة، حالات يبدو فيها الإعذار غير مجدي، ما نحتاج بعد للإعذار، وهي ثلاث حالات. أولا، إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن بخطأ المدين، إذا استحال التنفيذ العين الالتزام بخطأ المدين بعد لا تكون هناك حاجة إلى أنذاره. اثنين، إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع، في المسؤولية التقصيرية، إذا أحدث شخص ضررا لآخر فهو يلتزم بالتعويض من دون الحاجة إلى أنذاره. والحالة الأخرى، إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بتنفيذ التزامه، ففي هذه الحالة أيضا لا تكون هناك حاجة إلى إعذاره. هاي حالات مستثنات من الإعذار لأن الإعذار يكون فيها غير مجدي. المجموعة الرابعة، الحالات المستثنات من الإعذار لأن طبيعة الأشياء تقتضي عدم وجوب الإعذار وإن لم يرد بشأنها نص. حالات طبيعة الأشياء تقتضي عدم وجوب الإعذار حتى وإن لم يكن هناك نص. الحالة الأولى، إذا استحال على الدائن أن ينذر مدينه بسبب الظروف المحيطة به، كما في عقد النقل، إذا تأخر الناقل في إيصال الراكب إلى مكان الوصول، لا، الظروف التي يمر بها الراكب لا تسمح له بأن يقوم بإنذار الناقل، يعني كان يكون هناك خلل في السيارات أو مثلا تأخرت الطائرة أو القطار، فالظروف التي يمر بها الراكب ما تنطي فرصة أنه ينذر الناقل حتى يطالبه بالتعويض عن التأخر في التنفيذ. اثنين، إذا جاهر المدين بعلمه بحلول الأجل، صرح المدين قال أنا أدري أنه الأجل سيحل أو أنه يدري أنه في هذا الأجل يجب عليه ينفذ التزامه وبنيتي في تنفيذ التزامه، إذن يجاهر يعلن بعلمه بالأجل وأنه سوف يقوم بالتنفيذ، فهنا لا يوجد مبرر لإنذاره أو لإعذاره. واضح؟ هاي حالات يكون الإعذار غير واجب لأن طبيعة الأشياء تقتضي عدم وجوب الإعذار. جيد، الآن نقطة أخرى، ما هي الآثار التي تترتب على الإعذار إذا كان الدائن ملزما بإنذار مدينه وقام بإنذاره من خلال الكاتب العدل أو بأي وسيلة أخرى؟ ما هي الآثار التي تترتب على الإعذار؟ الإعذار يرتب أثرين رئيسيين. الأثر الأول، التزام المدين بالتعويض عن التأخير في التنفيذ منذ وقت الإعذار. اثنين، انتقال تبعة الهلاك. نجي أول واحدة، التزام المدين بالتعويض عن التأخر في التنفيذ. احنا مو قلنا المشرع العراقي استلزم الإعذار في التعويض عن التأخر في التنفيذ، فإذا أنذر الدائن مدينه بضرورة تنفيذ التزامي ثم تأخر في التنفيذ
فهنا المدين سوف يكون مسؤول عن تعويض الدائن عن كل الأضرار التي لحقت به جراء هذا التأخير من وقت الإعذار، من يوم أنا أنذرتك وعلمت إذا أنا دائن، خلنا نفرض وأنت مدين، أي ضرر يلحق بي جراء تأخرك في تنفيذ التزامك سوف تكون مسؤول عن تعويضه. طبعا أي ضرر مو يعني مطلقة، نرجع للمسؤولية التقصيرية، الضرر المباشر المتوقع، واضح؟ هذا المقصود به، بس سوف يكون المدين ملزم بتعويض الأضرار التي تلحق بالدائن نتيجة هذا التأخر من وقت الإعذار. هاي القاعدة يرد عليها استثناء إذا كان التزام المدين رد مبلغ معين من النقود، فهو لا يكون مسؤول عن دفع الفوائد بالسعر القانوني من وقت الإعذار، لا، وإنما من تاريخ المطالبة القضائية، من تاريخ المطالبة القضائية. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني انتقال تبعة الهلاك، انتقال تبعة الهلاك. شوف إخواني، الإعذار ماذا يفعل؟ يغير صفة اليد، أو بعبارة أخرى هو يقلب صفة اليد. احنا تتذكرون خذنا سابقا قلنا اليد تكون على نوعين، أما يد أمانة أو يد ضمانة، أو يد أمانة نسميها يد ضمان. الإعذار ماذا يفعل؟ يغير صفة اليد، يحول يد الأمان إلى يد ضمان، ويحول يد الضمان إلى يد الأمان. هذا المقصود بانتقال تبعة الهلاك، تغيير صفة اليد. وإحنا ذكرنا سابقا قلنا يد الأمانة هي يد غير المالك، إذا حاز الشيء لا بقصد تملكه، لا بقصد تملكه، وإنما باعتباره نائبا عن المالك، مثل يد المستأجر ويد المستعير ويد المودع عنده. اليوم أنا أستعير منك هذا الكتاب حتى أقرأ به لمدة معينة، يدي على الكتاب شو تكون؟ تكون يد أمانة، مو يد ضمان، يد أمان. لماذا؟ لأنني ما حوز بنية التملك، وإنما بقصد الانتفاع، وحست بموافقتك من خلال عقد العارية، فتكون يدي على الكتاب يد أمانة، ومن تكون يدي على الكتاب يد أمانة لا أكون مسؤول عن الهلاك، إذا تلف الشيء لا أكون مسؤول عن ضمانه، إلا إذا صدر مني تعدي أو تفريط أو تقصير. بينما يد الضمان لا، هي يد غير المالك، لكن يحوز الشيء بنية التملك كالغاصب والسارق، فلو أن شخصا غصب هذا الكتاب فتكون يده عليه يد ضمان، ومن ثم يكون مسؤول عن الهلاك أو التلف حتى وإن كان غير مقصر أو غير مفرط. واضح؟ جيد. الإعذار ماذا يفعل؟ يحول تبعة الهلاك، يحول تبعة الهلاك من، يحول اليد من يد أمانة إلى يد ضمان، ويحول يد الضمان إلى يد أمانة. شلون؟ تذكرون سابقا إخوان إحنا انخذنا في صور التنفيذ العيني، إيش قلنا؟ قلنا التنفيذ العيني يختلف بحسب محل الالتزام، قلنا محل الالتزام أما أن يكون نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل. وفي القيام بعمل إذا تتذكرون خذنا صور، قلنا المدين أما أن يكون ملزم بتسليم شيء، أو يكون ملزم بإنجاز عمل، أو يكون ملزم ببذل عناية، تذكرونهن؟ في الالتزام بالتسليم إيش قلنا؟ قلنا الالتزام بالتسليم تارة يرد في صورة التزام رئيسي، بعض العقود يكون فيها الالتزام بالتسليم التزام رئيسي، وتارة يكون الالتزام التزام تبعي، التزام بالتسليم يكون التزام تبعي. مثال في عقود العارية والوديعة والقرض يكون الالتزام بالرد والتسليم التزام رئيسي. اليوم أنا أنطيك هذا الكتاب على سبيل الاستعارة، شنو التزامك أنت تجاهي؟ أنا ترجع للكتاب، فأنت التزامك بتسليم الكتاب التزام رئيسي، لأن من ضمن الالتزامات الرئيسية اللي يرتبها عقد العارية. جيد، التزام رئيسي. خلنا نفرض اليوم أني أعطيتك هذا الكتاب استعارة لمدة أسبوع، بعد انتهاء الأسبوع أنت رفضت ترجع ليها. طبعا خلال فترة الأسبوع إيدك على الكتاب شنو؟ إيد أمان، لو الضمان أمان، لا تكون مسؤول عن الهلاك أو التلف إلا بالتعدي والتقصير. بعد الأسبوع ما سلمت الكتاب، فسويت تاني وجهت لك إنذار من الكاتب العدل، تأخرت في تنفيذ التزامك، وجهت لك إنذار من الكاتب العدل، قلت لك أنا هذا الكتاب طيتك إياه لمدة أسبوع، والآن مرت مدة الأسبوع أنت متأخر فنفذ التزامك. بمجرد أنه أنت علمت ووصلك الإنذار، تحولت الإيد صفة اليد، جيد، من أمان
إلى ضمان. ومن ثم إذا هلك الكتاب أو تلف بعد الإنذار سوف تكون مسؤول عن الهلاك أو التلف حتى وإن لم يكن هناك تقصير أو تفريط في حفظ الكتاب. ليش؟ لأن تغيرت اليد من يد أمانة إلى يد ضمان. شنو اللي غيرها؟ الإعذار، الإنذار. إذن الإنذار سوى قلب صفة اليد من يد أمانة إلى يد ضمان. هاي وين؟ إذا كان الالتزام بالتسليم التزام رئيسي، ومرات لا يكون الالتزام بالتسليم التزام تبعي ليس هو الالتزام الرئيسي. الالتزام الرئيسي يكون هو أو الأثر الرئيسي يكون نقل الملكية. مثال، خلنا نفرض هذا الكتاب شيء قيمي معين بالذات. الشيء القيمي المعين بالذات متى تنتقل ملكيته؟ إيش قلنا؟ متى تنتقل ملكية الشيء المعين بالذات؟ بمجرد انعقاد العقد. يوم أنا اشتريت من عندك هذا الكتاب، أنت صاحب مكتبة، بمجرد انعقاد العقد انتقلت إلي ملكية هذا الكتاب. خلنا نفرض هذا قيمي معين بالذات، جيد. لكن أنت إيش قلت لي؟ قلت لي هذا ما موجود الآن بالمكتبة يمي، موجود في مخزني. أنا باشر أجيبه، باشر أجيب الكيات استلمه. البائع قبل أن يسلم المبيع إلى المشتري، البائع طبعا هنا التزام بالتسليم التزام تبعي، مو أنا انتقلت لي الملكية، لأنه شيء قيمي معين بالذات تنتقل ملكية ملكيته بمجرد إبرام العقد. التزام بالتسليم تبعي، لكن حتى أنتفع بالمبيع وأحوزه لابد أن أستلمه أنا كمشتري. هنا البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري يده على المبيع شو تكون؟ تكون يد ضمان، يد ضمان، ليست يد أمان، يد ضمان. فإذا هلك المبيع في يد البائع هو الذي يتحمل تبعة الهلاك. يعني أنت رحت للمخزن مالتك ولقيت هذا الكتاب ممزق، أكو أحد العمال أثناء نقله أتلف الكتاب، من يتحمل تبعة الهلاك؟ أنت. أنا من أجي ثاني يوم أقول لك وين الكتاب؟ تقول لي الكتاب ما موجود لأنه تلف، ترجع لي فلوسي مع التعويض إن كان له مقتضى. واضح؟ فيد البائع على المبيع يد ضمان، هو الذي يتحمل تبعة الهلاك. جيد وياي؟ نرجع للمثال. ثاني يوم أنت جبت الكتاب خليته بالمكتب، أنا ما أجيت، تأخرت يوم اثنين ثلاثة، إذا تأخر المشتري في استلام المبيع فأنذره البائع، أنذره منه البائع بضرورة الاستلام، بضرورة الاستلام، فهنا سوف تتحول يد البائع من يد ضمان إلى يد أمان. فإذا هلك الشيء تحت يد البائع بعد الإنذار فإنه لا يكون مسؤول عن الهلاك إلا إذا كان قد تعدى أو قصر أو فرط. ليش؟ لأن إذا صارت تحولت من ضمان إلى شنو؟ من اللي حولها؟ الإعذار، الإنذار، الإنذار قلب اليد من يد ضمان إلى يد شنو؟ واضح؟ إذا نشوف هنا الإعذار سوى نقل تبعة الهلاك، غير صفة اليد، حولها من ضمان إلى أمان في صورة البائع، وحولها من أمان إلى ضمان في صورة منه؟ المستعير، في صورة المستعير. واضح؟ هذا فيما يتعلق بتبعة الهلاك. جيد. إذا توافرت ثلاثة شروط، الشرط الأول قلنا الإعذار هو سبينا، اثنين توافر أركان المسؤولية المدنية خطأ وضرر وعلاقة سببية، ثلاثة عدم الاتفاق على الإفهام المسؤولية العقدية، هذه شروط استحقاق التعويض اللي هو سمينا تنفيذ بمقابل، اللي قلنا مبلغ من النقود أو أي ترضية أخرى من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سيناله الدائن. جيد. الآن التعويض الذي يستحقه الدائن كيف يتم تقديره؟ كيف يتم تقدير التعويض؟ هذا التعويض يتم تقديره بثلاث صور، أما أن يكون تقدير قضائي للتعويض، أو يكون تقدير اتفاقي، أو يكون تقدير قانوني، أو يكون تقدير قانوني. وهذه إن شاء الله النقاط سوف نتناولها في المحاضرة القادمة إن شاء الله.